أهلا أعزائي المشاهدين، حديثنا في هذه الحلقة لماذا أعيش؟ لي أنا موجود ضيف حلقتنا القس عزت شاكر. أهلا وسهلا السيس عزت. أنت حكيت عن نماذج كتابية عن إبراهيم، حكيت عن لوط. يمكن إبراهيم إذا صح التعبير بيمثل الإنسان الروحي أو الشخص الروحي، لوط يمكن بيمثل المؤمن الجسد، وهيك حتى في الكنيسة في ناس عايشة لأهداف يعني، وفي ناس للأسف تجار دين حتى في داخل الكنيسة. لكن السؤال إيه هو أهم هدف في الحياة اللي الإنسان أو حتى يعيش له الإنسان؟ مرة أريد جملة لستانلي جونز أثرت فيا كتير. الكل إنسان يساوي القضية التي يعيش من أجلها. ولما كان بيقول الجملة دي كان بيقدم خادم عنده في الكنيسة، فقال غاندي كانت كل قضيته تحرير الهند، فهو يساوي قضية تحرير الهند. قال أما فلان اللي كان بيقدمه فقد ربط نفسه بقضية ملكوت الله. شوف عايز يبين الفارق. فيقول دي القضية اللي أنت عايش علشانها. فأنا بقول لكل واحد لو عايش وكل هدفك يبقى عندك عمارة، أنت تساوي عمارة. عايش وكل هدفك يبقى عندك عربية مرسيدس، تساوي عربية مرسيدس. في أهداف أسمى وأهداف أعظم. صدقني يا سيس نزار، وعايز أقول لكل مشاهد بيشوفني الكلام ده، الدراسات الحديثة أثبتت أن كل يوم في 720 منتج جديد. حد يصدق كده؟ المنتج ده سواء منتج جديد أو تطوير لمنتج حالي. يعني الموبايل طلع منه موديل جديد، العربية طلع منها موديل جديد، المعرفش طلع منه موديل جديد. إذن كوست باندل يقول أصبحنا في ضوء العملية دي نعيش في مجتمع استهلاكي ممكن لا يمكن تصل إلى حد الاكتفاء.